وفي 9 يناير 1979 وفي مدينة صور كان أحد اللقاءات الرائعة بين جلالة القائد وشعبه الأبي في مستهل جولة كريمة استغرقت أسبوعين كاملين وشملت المنطقة الشرقية ومناطق أخرى من السلطنة. ففي هذا اللقاء وفي كبرى مدن المنطقة الشرقية تجلت فرحة الشعب بقائده وتجلى الحب الكبير، كأروع ما تكون الفرحة وأروع ما يكون الحب وأروع ما يكون التفاف الشعب حول قائده. وبهذه المشاعر المتألقة ابتهاجا وعرفانا برعاية القائد وحرصه على تفقد شؤون شعبه وتحقيق آماله، بهذه المشاعر أقام أبناء المدينة مهرجان الفرحة بالقائد. وهنا في بدية وقريبا من المخيم السلطاني توافد المواطنون من أبناء المنطقة الشرقية للقاء القائد الرائد. فقد توافد شيوخ وأبناء قبائل الحجريين والحرث والجنبة والهشم وبني راسب وغيرها من القبائل